السعد والله صمايو من القيادات البارزة لحزب التنمية على المستوى الإقليمي، وكفاءته يعرفها القاصي والداني ويعرفها الصغير والكبير، والمساهمة ديال القيمة سواء على مستوى اللجان أو على مستوى الدور ديال المجلس في الفترة الممتدة بين 2003-2015 لا ينكرها إلا جاحد. وكان بودنا وكان آملنا قويا في أن يكون ضمن التشكيلة ديال هذا المجلس الحالي. ونقول لك أن السي عبد الصويو رتب ضمن المراتب المتقدمة جدا في اللائحة ديال الحزب من طرف إخوانه أعضاء الحزب، ومن طرف اللجنة المختصة باقتراح اللائحة ديال الحزب. إلا أن السي عبد الصميو برغبة منه وبإصرار منه وبإلحاح كبير فضل أن لا يكون ضمن هذه التشكيلة لأسباب بسطها أمام أعضاء الحزب وأمام اللجنة المكلفة بطبيعة الحال، وعندها علاقة مباشرة بمتابعة دراسته العليا. هكذا إذا، ونقول لك هذا مسألة. المسألة الثانية أو أن الحزب أنه نحن كحزب حزب ديال المؤسسات، بقاء فرد أو ذهابه لا يؤثر فينا كحزب سياسي، ولأن حزب لأن الهيئة أقوى من الحزب، والمؤسسة أقوى من الفرد. المجلس البلدي كمؤسسة أقوى من أي عضو من أعضاء المجلس البلدي، كائنا ما كان هذا الفرد، والمؤسسة الحزبية أيضا أقوى من أي فرد كائنا ما كان هذا الفرد. وما يميزنا بالخصوص أتحدث عن حزبي، وإن كانت أنا الصفة ديالي هنا هي الصفة ديال رئيس المجلس البلدي، وأنا بهذه الصفة رئيس ديال يعني جميع الأعضاء وجميع السكان والسكان ديال مدينة تيزنيت. بالخصوص حنا في حزب عدالة التنمية كاينة متابعة دقيقة ورقابة من طرف الهيئات الحزبية على الأداء والعمل ديال المستشارين الجماعيين، سواء من طرف الكتابة المحلية أو من طرف الكتابة الإقليمية أو من طرف الكتابة الجهوية أو من طرف الأمانة العامة. كاينة متابعة، كاينة مراقبة، كاين تشاور، كاين إشراك. هذه الخطوات كلها تتم، وبالتالي الفرد ماشي العضو ماشي بوحده، والرئيس ماشي بوحده، ولكن عنده فريق يعني يعضده ويسنده ويشجعه وحتى يبصره بعيوبه لك إذا وجدت، ويقدم له يد العون كلما احتاج إلى العون. فإذا التأثير لن يكون هناك تأثير إن شاء الله تعالى. أولا سبيل الكلام من الصعب جدا أن يتصل مع جميع رؤساء الجامعات، علاش؟ لأن كما تعرفوا بمجرد ما تظهر النتائج تبدأ واحد مسلسل آخر هو مسلسل ديال التحالفات وتشكيل المكاتب. أنتم تعرفوا أن السيناريو ديال الانتخابات مازال يلا انتهى البارحة تقريبا، أو قبل البارحة يوم الجمعة، جوج أكتوبر بانتخاب أعضاء مجلس الغرفة الثانية في البرلمان، مجلس مستشارين. وأيضا هذا المعطى الأول. المعطى الثاني أن بعد ظهور نتائج حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحصل على الأغلبية في عدد كبير جدا من المدن الكبيرة والمدن المتوسطة وحتى المدن الصغيرة على مستوى المغرب، يعني عشرات ديال رؤساء الجماعات، عشرات إلى نقول مئات ديال رؤساء الجماعات. فيستحيل على من العام أن يتصل بجميع رؤساء الجماعات على بهذا القدر الكبير بعد ظهور النتائج. ثالثا هو مشغول في تلك اللحظة بتدبير عملية التحالفات خاصة على مستوى الجهات، في يعني كل انشغالات. ولكن رغم كل هذا فقد عقد الأخ الأمين العام لقاء وطنيا مع جميع رؤساء الجماعات مباشرة بعد، نقول لك أول لقاء على الصعيد الوطني من طرف هيئة سياسية مع رؤساء مع منتخبيها ومع رؤساء الجماعات الذين ينتمون إليها. وفي هذا اللقاء الوطني الهام جدا وجه إلينا الأخ الأمين العام توجيهاته كرؤساء، ومن أبرز هذه التوجيهات أننا يجب أن نحافظ كرؤساء ينتمون إلى عدالة التنمية على المال العام. أوصيكم كما قال أن تحافظوا على المال العام، ولا أن لا تفكروا في أنفسكم، وإنما تفكروا
في خدمة مدنكم وقراكم وجماعتكم. وفي هذا اللقاء هنأنا الأخ الأمين العام وحضينا بتهنئته وتشجيعه. إذن في نهاية هذا الحوار أشكركم للمرة الثانية على هذه الخطوة. ربما هذا أول حوار أجريه بعد انتخابي رئيسا لجامعة تيزنيت. كما أشكر مرة أخرى ساكن السكان ديال المدينة. وفي هذا الإطار بغيت نوجه لهم واحد الدعوة أنهم يكونوا بجانب المجلس البلدي. كيفاش غيكونوا بجانب المجلس البلدي؟ أولا بغينا هو تكون واحد العملية ديال الرصد والتتبع لهذه التجربة هذه. قال ما داكشي اللي تيجري في البلدية يكون الناس تيتبعوه، وبغينا الملاحظات ديالهم على الأداء ديالنا يوصلنا. وحنا في الآن تنفكروا أننا نحدد واحد المصلحة سميتها مصلحة ديال الشكايات، قد يكون فيها رقم أخضر. هاد المصلحة هذه بغينا فعلا نفعلوها، يعني نتصلوا فعلا بالشكايات ديال الناس. حنا ما يمكنش لينا نعرفوا ماذا يجري في الدودروا او ماذا يجري في بوتاقورت او ماذا يجري في تمدغوست بالتفاصيل، ولكن السكان غادي هما اللي غادي يوصلوا لنا يعني ماذا يجري في احيائهم، المستوى ديال النظافه في احيائهم، المستوى ديال الخدمات في احيائهم، المستوى ديال الكهرباء في احيائهم، المستوى ديال جميع الخدمات المقدمه، كما انهم هما اللي تيجيو للبلديه ايضا باش يقضيوا الاغراض ديالهم. فإلا كانت الخدمات ديالهم والحاجه ديالهم تتقضى بسرعه، وهذا الشيء اللي بغينا، فمزيان. الا كان شي خدمه، الا كانوا شافوا شي ارتباك وشي تاخر وكذا، مزيان توصل هذه الملاحظات. وحنا فقط وحنا في هذا الاطار سنعاهدهم على اننا سنتخذ الاجراءات الفوريه واللازمه فور توصلنا باي ملاحظه او اي شكايه. هذه هي الرساله ديالي للسكان. المدينة هي المدينة ديالنا جميعا، الهوم ديالهم هي الهوم ديالنا، الحاجية ديالهم هي الحاجية ديالنا. خصنا جميعا نتعاونوا على أن نسير بهذه المدينة إلى الأمام وأن تكون في مستوى المدن الكبرى ديال المغرب. شكرا جزيلا مرة أخرى.